أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الزمر في هذه الدورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الآية يأمر الله عز وجل فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للمؤمنين من عباد الله عز وجل: اتقوا ربكم، أي خافوا عذابه واخشوا عقابه، فإن تقوى الله تأتي بمعنى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتأتي أيضا إذا كانت مع الأمر أو مع فعل الطاعة لترك المناهي، كما في قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقولها البر بمعنى الطاعة، والتقوى بمعنى ترك المعصية. وأما إذا جاءت التقوى مفردة فالمقصود بها الدين كله. قال: اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي من أحسن في عمله في هذه الدنيا فله عند الله حسنة، وهي الجنة والدرجة العالية يوم القيامة. وأرض الله واسعة، هذه كما قال العلماء نزلت في من آذاهم قومهم فلم يمكنوهم من القيام بأوامر الله عز وجل ولا بطاعة الله جل وعلا، فقيل لهم: أرض الله واسعة لا تضيق على أنفسكم، فإن الله عز وجل قد جعل لكم الأرض ذات الطول والعرض من أجل أن تبحثوا عن مكان تأمنون فيه على أنفسكم فتطيعوا الله فيه وتعبدوا الله فيه حقا. ولذلك من أوذي في بلد فلم يستطع إظهار شعائر الإسلام وجب عليه أن يهاجر منه، وإن ترك ذلك فإنه يعتبر ملوما بل آثما ومذنبا. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. فهذا من كبائر الذنوب أن يبقى الإنسان في أرض لا يستطيع أن يظهر فيها شعائر الله وهو قادر على أن يهاجر. ثم استثنى الله من هؤلاء فقال: إلا المستضعفين من النساء والولدان، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الآن فأولئك، أي نعم، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فانظر كيف عذر الله هؤلاء وجاء بقوله: فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، ليبين أن الأمر شديد والخطب كبير. قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه فيها مدح للصابرين الذين صبروا على طاعة الله وصبروا على مفارقة الأهل والأوطان، فإن الله يوفيهم أجورهم يوم القيامة بغير حساب، أي جزاء لا منتهى له ولا حد. قيل إن الله يعطيهم أجورهم ثم يعطيهم من وراء ذلك جزاء بغير عد ولا حد،
وقيل جزاؤهم عند الله عز وجل بغير حساب، أي لا يقابله عمل من هؤلاء الصابرين، ليس مثل مثلا المصلي أو المزكي الحسنة بعشر أمثالها، بل إن الصابر يعطى عطاء من عند الله عز وجل لا حد له ولا يعرفه المعطى. قال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. عاد إلى القضية الأولى التي افتتحت بها السورة، وهي إخلاص الدين لله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وهنا يعود مرة ثانية إلى هذه القضية، وهي إخلاص الدين لله. وهذه السورة كما ذكرنا هي سورة من سور الإخلاص، مثل سورة فاطر وتبارك والصمد والكافرون والرعد ونحوها من السور التي أفردت للحديث عن توحيد الله وعدم الإشراك به وإخلاص الدين له جل جلاله. قل إني أمرت، أمرني الله أن أعبد الله مخلصا له الدين، أن أعبده بإخلاص، فلا أزيغ ولا أميل عن ذلك الصراط السوي وهو صراط التوحيد. وأمرت أيضا لأن أكون أول المسلمين، أكون أول من يسلم لله ويستسلم له وينقاد له بالتوحيد ويخضع له بالطاعة. وقد كان عليه الصلاة والسلام هو أول المسلمين من هذه الأمة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا يقوله الله عز وجل لنبيه في حق محمد: إن عصيت فأنا لست ناجيا من العذاب، لأن الله عز وجل ما دام قد أمرني فأنا عبده ويجب علي أن أنفذ أمره، فإذا عصيت استحققت هذه العبودية. وحاشاه عليه الصلاة والسلام من أن يعصي ربه، لكن هذا يقال ليخوف به العباد. فإذا كان هذا في حق محمد عليه الصلاة والسلام ففي غيره من باب أولى. وسيأتينا في آخر السورة: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا يؤكد لنا هذه المعاني وأن السورة تدور حولها. قل الله أعبد مخلصا له ديني، أيضا رجع مرة أخرى وأكد على قضية الإخلاص، ولكن في المرة الأولى كان يحكي أنه أمر، وفي هذه المرة يحكي أنه يفعل. فهو يقول: أنا أمرت بالإخلاص وأنا الآن أخلص، وأنا الآن مستقيم على هذا الإخلاص، لا أزيغ عنه ولا أميل عنه. قل الله أعبد مخلصا له ديني. ثم قال للمشركين: هذه هي طريقتي، أما أنتم أعبدوا ما شئتم من دونه. وليس المقصود من هذا التخيير أو الإباحة، بل المقصود من هذا التهديد، كما قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يستدل بعض الليبراليين بهذه الآية على أن الإسلام لا يأمر بالناس بدين واحد، بل هو يبيح الإسلام وغير الإسلام، ما في مشكلة، وأن الإسلام فيه حرية التدين، تبغى تكون مسلم تكفر ترتد كل هذا مباح. نقول: سبحان الله، ما فهم هذا مسلم قط، لأن الله قال: وقل الحق، إذن في حق وفي باطل من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس تخييرا للعباد وإنما تهديد لهم، بدليل قوله جل وعلا بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا. وهكذا هنا: فاعبدوا ما شئتم من دونه، اعبدوا أي آلهة، ستعلمون أنكم إذا عبدتموها فإنكم خاسرون خسارا عظيما وأنكم هالكون. قال الله: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهليهم يوم القيامة. من هو الخاسر؟ ليس الذي خسر مالا أو متاعا أو مزرعة أو جاها أو منصبا أو شيئا من متاع الدنيا،
الخاسر الحقيقي الذي خسر نفسه أولا وخسر أهله يوم القيامة. فإما أن يكون خسارته لنفسه وأهله أن يكون هو في النار ويكونون في الجنة، أو يكون هو في النار وهم في النار، فهذه خسارة وتلك خسارة. خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ يعني كل ما يسميه العباد خسرانا وخسارة فهي خسارة لا تذكر أمام هذه الخسارة العظيمة، وهي أن يخسر الإنسان نفسه. ولذلك إذا رأيت إنسانا قد خسر مالا أو خسر منصبا أو خسر شيئا من متاع الدنيا، قل له إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ليست الخسارة أن يضيع منك شيء من متاع الدنيا، أو أن تفقد شيئا من مناصبها أو ملذاتها أو متعها أو شهواتها. الخسارة الحقيقية أن تخسر نفسك فتكون في نار جهنم، فتذهب عليك هذه النفس التي هي أثمن الأشياء. قال الله عز وجل: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. انظروا كيف تصوير العذاب بصورة شيء يرجى منه خير، وذلك لكمال الاستهزاء والسخرية به. لأن العادة أن الظلة تكون للشيء المريح الرطب اللين البارد، ولكن الله عز وجل يقول: لهم ظلل لا تظلهم من العذاب ولكنها من النار. مثل ما يقول: وبشر الذين كفروا. العادة أن البشارة تكون بما يسر، لكنه يقال: بشرهم على سبيل التهكم والتحقير لهم. وهنا يقول: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. فهذه النار تحيط بهم من كل جانب، كما قال في سورة الأعراف: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فمن جهنم يمهد لهم ويفرش لهم، ومن جهنم أيضا يغطون ويغشون، نسأل الله العافية والسلامة. يعني العذاب يحيط بهم من كل جانب، لا يأتيهم من جانب واحد كما هو حال عذاب الدنيا، قد يأتي من تحت أو من جنب أو من الظهر أو من الأمام، لا، هذا من كل جوانب، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ذلك يخوف الله به عباده. فمن كان عنده قلب يخاف به فإنه يخشى مثل هذه العقوبة، ويخاف ويستجيب لأمر الله عز وجل ويذعن له. يا عبادي فاتقون، ينادي الله العباد: يا عبادي فاتقوني واخشوا عذابي. ولاحظوا كلمة التقوى ترد كثيرا في القرآن مع الأشياء المخوفة. قال الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. لما ذكر أولئك الخاسرين ناسب أن يذكر بعدهم المؤمنين على طريقة القرآن كما سيأتي معنا بعد قليل في قضية المثاني، وهو أنه إذا ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة، وإذا ذكرت المرغبات ذكر بعدها المرهبات، وإذا ذكر المؤمنون ذكر الكافرون، وإذا ذكر الهالكون ذكر الناجون، هكذا على طريقة القرآن ليستقيم الحال. قال الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنها، فصارت في شق وهم في شق، جانبوها وابتعدوا عنها، صارت أجنبية عنهم. والطاغوت اسم لكل ما يعبد من دون الله، اجتنبوا الشرك كله، واجتنبوا الشيطان الذي يعبد من دون الله، واجتنبوا كل معظم أو متبوع سوى ما أمرهم الله عز وجل باتباعه وطاعته. أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، أسلموا أمرهم إليه ورجعوا إليه وحده دون أحد سواه، لهم البشرى. فالبشرى إنما تكون لأمثال هؤلاء الذين حققوا أمرين: تركوا الشرك وابتعدوا عنه، وأنابوا إلى الله وحده ورغبوا إليه.
كما قال جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رغبتهم إلى الله، وإنابتهم إليه، وتوكلهم عليه، وإسلامهم له، وخضوعهم لجنابه جل جلاله. قال: فبشر عبادي، بشر عبادي، ونسبهم إليه تعظيما وإجلالا وإكراما لقدرهم. بشرهم بماذا؟ من هم هؤلاء العباد؟ طبعا البشارة لا تكون في العادة إلا بما يسر. قال: فبشر عبادي، من هم عبادك يا الله؟ قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يستمعون القول، قيل القول هو القرآن، كما قال: أفلم يدبروا القول، أفلم يدبروا القرآن. وهذا لا إشكال فيه، يستمعون القرآن، لكن يأتي الإشكال في قوله فيتبعون أحسنه. فهل في القرآن أحسن وما هو ليس بأحسن؟ نقول: إما أن تكون فيتبعون أحسنه بمعنى حسنة، وهذا سائغ عند العرب أن يستعملوا صيغة أفضل فيما هو فاضل، فيكون فيتبعون أحسنه، فيتبعون الحسن. وقال بعضهم إنها زائدة، والقول بالزيادة هنا لا معنى له. وقال بعضهم فيتبعون أحسنه، إذا أمر الله بأمر وأمر بما هو أحسن منه اتبعوا الأحسن، يعني من شدة توقيهم ورغبتهم فيما عند الله، إذا أمر الله بأمرين أحدهما أحسن من الآخر أخذوا بالأحسن طلبا لحسن المعاملة مع الله. فإذا قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح، إيش يأخذون؟ بأن يجازوا ولا يعفون؟ يعفون. وإذا أمر الله عز وجل بالفريضة أو الفريضة والنافلة أخذوا بالفريضة والنافلة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، مقتصد يقتصر على الفرائض، ومنهم سابق بالخيرات يأتي بالنوافل مع الفرائض ويزداد بها قربا من الله. قالوا: فهذا هو الأحسن، هذا إذا قلنا إن القول هو القرآن. وإذا قلنا إن القول عام، يستمعون القول ما يتحدث به الناس وما يتكلمون به، فيتبعون أحسن ما يتحدث به الناس، فلا إشكال هنا في قرينة أحسن، فإنهم يجلسون مع الناس فإذا سمعوا منهم كلاما أخذوا أحسن ما يسمعونه من الناس، مما فيه أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو قرب من الله أو دلالة على الخير أو زيادة في البر أو إمعان في الإحسان أو غير ذلك. قال الله عز وجل: أولئك الذين هداهم الله، هؤلاء هم الذين هداهم الله. ولذلك من اتبع القرآن فهو المهدي حقا، ومن كان أيضا حاله مع الناس إذا جالسهم كلما سمع منهم كلاما انتقى أحسن ما يسمعه منهم فعمل به واتبعه. ولاحظ هنا: يستمعون القول فيتبعون، ما هو يستمعون أحسن القول، لا، هو القرآن هو أحسن القول بلا شك، لكن الاتباع يكون لأحسن ما يتبع منه ولأحسن ما يتبع من كلام الناس. فأنت تسمع واحد يقول: يعني المفروض أنك إذا شفت لك فقير تعطيه ريال، والثاني يقول: أنا ولله الحمد والمنة، كل ما جاءني رزق قسمته أثلاثا، ثلثه لله وثلثه لي ولأولادي وثلثه أرده في ذلك المال. هذا إيش؟ فرق عن ذاك تماما. ذاك يقول: أعطي أقل القليل لئلا تخسر، وهذا يقول: أنا كل ما دخل علي مال قسمته أثلاثا، ثلث لله، قليلا كان أو كثيرا. فأنا أسمع هذا يتكلم وهذا يتكلم، أخذ بكلام هذا وأدع كلام هذا. فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، بهذا تعرف هداية الله. وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول،
أصحاب العقول النيرة، لأنهم عملوا بأحسن ما يكون وبأفضل ما يكون. قال الله عز وجل: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني أهؤلاء خير أم من حق عليه كلمة العذاب؟ كلمة العذاب التي قال الله فيها في سورة صاد: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هذه كلمة العذاب. أفأنت يا محمد تنقذ من في النار؟ لا تستطيع ذلك ولا تقدر عليه، ولم يكلفك الله إياه، إنما كلفك أن تنذر. قال الله عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. أما المتقون الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، لهم عند الله عز وجل غرف، أي بيوت مبنية جميلة ورائعة، من فوقها غرف مبنية لبنة من ذهب ولبنة من فضة على أحسن البناء وأجمله، تجري من تحتها الأنهار، الأنهار تسيل من تحت هذه الغرف. وهذا يا إخواني شيء لا نكاد نحن نراه أو نتصوره، لأن العادة عندنا أن الأنهار لها مجاري خاصة. صحيح أننا نضع بيوتنا بجوار تلك الأنهار ونستلذ بذلك عندما نرى الأنهار تجري أمامنا في أخاديد، أما في الجنة فيقال إنه لا أخاديد فيها، الأنهار تجري من فوق، وهذا شيء غير متصور لدينا، كيف يكون النهر من فوق وكيف تكون الأنهار من تحت البيوت ومن تحت الناس؟ ينزل الإنسان ويغرف من نهر تحت قدميه فيه لبن وفيه عسل وماء غير آسي وخمر من أنواع منوعة ليس فيها شيء من الأذى ولا النزف ولا ما يكون في خمر الدنيا من اغتيال العقول ونزف البطون. قال الله عز وجل: وعد الله، انتبه، هذا هو وعد الله، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، إذا وعد وعدا لا يخلفه. نسأل الله الكريم من فضله. ثم عادت الآيات لتذكر بقدرة الرب سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض؟ هذا الماء الذي نجده في الأرض كله من السماء، لكن الله سبحانه وتعالى بقدرته قد جعل له مجاري في الأرض فسلكه فيها، فهو يجري فيها، ولذلك ينزل المطر من السماء على الأرض فتحفر هنا فلا تجد ماء، ثم تحفر على بعد 100 متر فتجد ماء. لماذا؟ لأنها ينابيع في الأرض، قد جعلها الله عز وجل وقسمها بحكمته وفضله ورحمته. وأذكر مرة أني شاهدت هنا في القصيم رجلا يعني حفر بئرا ارتوازيا في مكان، فخرج ماء أحمر وفيه ملوحة، ثم قال نفس المهندس: احفروا في المكان الفلاني، لا يبعد عن هذا المكان أكثر من 50 مترا أو 100 متر. ورأيتهم وهم يحفرون، فخرج الماء مختلفا تماما، ماء صافي وعذب. فتعجبت، قلت: أليست الماء الذي تحتنا الآن كله شيء واحد؟ قالوا: لا، الماء في الأرض ينابيع ومجاري وأودية، تحفر هنا ما تجد شيء، وتحفر بعده بأمتار قليلة فتجد عينا معينا. وانظر إلى ماء زمزم، زمزم تخرج من مكان يا إخواني قاحل جاف، ينزل عليه المطر في السنة مرتين أو ثلاث، فمن أين يأتي هذا الماء؟ ينابيع في الأرض قد جعلها الله عز وجل وأمدها برزق من عنده. قال: ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، أي بهذا الماء يخرج زرعا، هذا الزرع مختلف ألوانه، منه الأصفر والأخضر والأحمر ومختلف طعومه وأشكاله. فثم يهيج، أي ييبس، فتراه مصفرا من يبسه، من شدة اليبس قد اصفر، ثم يجعله حطاما،
يتحطم ويتكسر فيبيد وينتهي ثم تذروه الرياح. وضرب الله مثلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا يأتي الله به عز وجل ليدلل على قدرته وأنه المستحق لأن يعبد وحده دون أحد سواه، وأيضا ليبين أن الإنسان يمر بمثل هذه المراحل التي يمر بها الزرع، فهو ينشأ قويا ويخضر ثم يبدأ في الكهولة ثم الشيخوخة حتى ييبس ثم يموت ويتحطم. وأيضا يضربه الله عز وجل مثلا في كون هذه القلوب التي فينا إذا نزل عليها الوحي من السماء حيت، وإذا غاب عنها ماتت. ولذلك قال بعدها إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، يتذكر بمثل هذه الآيات أولو الألباب ويأخذون منها العظات والعبر. اسمع ماذا قال بعدها: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالذي شرح الله صدره للإسلام فصار على نور لا يمكن أن يستوي مع من قسى قلبه فلم يستمد النور ولم يستمد الوحي من السماء. إن بينهما فرقا كبيرا وبونا شاسعا. فالمؤمن شرح الله صدره والسعة، ولذلك يجد المؤمن من انشراح الصدر وطيب النفس ما لو خسر معه الدنيا كلها لم يبالي بها. ولذلك تجد المؤمن يفقد الولد والمال ويذهب منه كل شيء من متاع الدنيا، لكنه يجد في صدره انشراحا لا يمكن أن يصفه ولا يستطيع أن يشرحه لأحد، ويقول: ما دمت على ما أنا فيه من انشراح الصدر الذي أنزله الله عز وجل علي ومنحني إياه فأنا بخير. أما الكافر فتجده في سعة من الرزق وفي بسطة من الدنيا وفي شهوات مترعة ولذات وحبور مختلف، ومع ذلك في ضيق لا يعلمه إلا الله. قال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إن الذي يشرح القلوب ويشرح الصدور ويلينها هو ذكر الله عز وجل. فمتى قربنا من هذا الذكر وهو القرآن شرح الله صدورنا ونورها. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الأنعام: لا قبلها في الآية الأخرى قبلها قال لا 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 وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كم مثله في الظلمة أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالقرآن يا إخواني نور يستنير به الإنسان، يعرف من هو ويعرف من ربه ويعرف ما هي الآخرة وما هو مقبل عليه وماذا يجب عليه في الدنيا ولماذا يبتليه الله ولماذا خلقه ولماذا يميته وماذا يفعل به في قبره وماذا يفعل به يوم القيامة وإلى أي دار سيصير وإلى ماذا سيكون حال الناس يوم القيامة وما هي أقسام الناس في الدنيا. كل هذه نور من الله. الكافر تجده يعرف دقائق عالم الذرة ويعرف العين هذه ويفني عمره في معرفة تشريحها وما فيها من قدرة الله عز وجل، لكنه لا يدري لماذا خلقه الله ولا يدري من أين جاء ولا إلى أين هو ذاهب. نحمد الله على هذا النور. قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويل لمن قست قلوبهم لإعراضهم عن ذكر الله عز وجل وعدم رغبتهم في هذا النور وهذا الوحي. قال الله عز وجل: أولئك في ضلال مبين. هذا هو الضلال البين الذي ليس بعده ضلال. ولاحظوا قبل قليل قال: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هذاك هو الخسران المبين، أن تخسر نفسك. وهذا هو الضلال المبين، أن تضل عن ذكر الله.
ومن ضل الضلال المبين فإنه سيخسر الخسار المبين. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. لما ذكر النور في الآية السابقة وذكر الذكر بيّن ماذا أنزل من السماء. قال: الله نزل أحسن الحديث، فهذا القرآن هو أحسن الحديث. وهذه الآية في نظري ترجح قول من قال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي يتبعون القرآن، لأن الله وصف القرآن كله بأنه أحسن. فقال: الله نزل أحسن الحديث، أحسن ما يتحدث به الخلق، كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الجودة والإحكام، أيضا في المعاني، ليس متناقضا بل هو متشابه في معانيه وفي مبانيه. ولذلك تقرأ في البقرة وتقرأ في مريم وتقرأ في سورة الصافات، الألفاظ والآيات ترى أن فيها اختلاف في طريقة عرضها وسياقها وجملها، لكنك تعلم أن هذا قرآن وهذا قرآن وهذا قرآن، لأنه يشبه بعضه بعضا. قال: متشابها، مثاني، أي تثنى فيه الأوامر، أمر بعد أمر، والنواهي، نهي بعد نهي، والأمر يعقبه النهي، تؤمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك، تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأيضا تثنى فيه القصص، تذكر فيه قصة نوح مختصرة ثم مبسوطة في زاوية من زواياها، ثم مبسوطة في جانب آخر في زاوية أخرى من زواياها، وهكذا قصة موسى تتردد، يثنى فيه القصة بعد القصة لكي يتعظ الناس بها وينتفعوا بها. قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذا هو حال المؤمنين عند سماعهم لكلام الله، لا يصرعون ولا يغمى عليهم ولا يرتعدون ارتعادا يخرج بهم عن الحد الذي وصف الله به عباده المؤمنين، تفيض أعينهم من الدمع، خروا سجدا وبكيا، تقشعر منه جلود، تصيبهم القشعريرة. القشعريرة هي يعني شيء من نفور الجلد واجتماعه، يحس به كل إنسان عندما تسمع صوت شديد ومهيب يقشعر جلدك. هذه القشعريرة سببها الهيبة، هيبة الرب سبحانه وتعالى وهيبة كلامه. ثم إذا قرأوا هذا الكلام ورأوا ما فيه من النور والترغيب واللذة وما فيه من مناجاة الله، لانت الجلود والقلوب، فهم لروعة الكلام تقشعر الجلود، واقشعرار الجلود بسبب الخشية. ولذلك قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فعندنا قشعريرة في الجلد وخشية في القلب. قال: ثم تلين جلودهم وقلوبهم. ذكر في الحالة الأولى الجلود والقلوب، وذكر في الحالة الثانية الجلود والقلوب. وهذا مثل الطفل عندما يكون قد خرج وخشيت عليه أمه من أن يقع أو يسقط، تصرخ فيه، فهذا الصراخ يروعه. إلى أين يتجه الطفل؟ إلى أمه، إلى الذي صرخ فيه. فكذلك الإنسان عندما يسمع القرآن تصيبه الهيبة، هيبة الرب وهيبة كلامه، الله يناجيني ويناديني، فهو من خشيته لله يقشعر جلده. ثم إذا تلا في هذا القرآن اطمأن فلان جلده ولان قلبه. قال الله عز وجل: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فلا تلين القلوب والجلود إلا بذكر الله، ومن أراد أن يلين قلبه فلن يجد
أعظم ولا أجمل ولا أيسر من ذكر الله وهو القرآن. قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فنسأل الله أن نكون ممن هداهم إلى كتابه وذكره. ومن يضلل الله فما له من هاد، من أضله الله فلن يجد أحدا يهديه. فنسأل الله أن يهدينا، ونسأل الله أن يجنبنا الضلالة. ثم قال الله عز وجل: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. يعني أحال هؤلاء الذين لانت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله كحال أولئك الذين أعرضوا فعوقبوا بسبب إعراضهم أنهم يتقون النار بوجوههم، يعني لا يجدون شيئا يتقون به النار إلا وجوههم. تأملوا يا إخوان، العادة أن الإنسان إذا جاءه شيء يخاف منه أول شيء يبدأ به أنه يضع شيئا يحجز ذلك الشيء عن وجهه، لعظمة الوجه في نفس الإنسان، ولأن الوجه شيء كبير عند الإنسان. ففي يوم القيامة لا يجد الكفار شيئا يتقون به النار إلا وجوههم. هذا الشيء الذي يقونه من أنواع العذاب في الدنيا هو الشيء الذي يكون أول ما يلقى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لأن أيديهم تسلسل، فهو لا يتقي النار إلا بوجهه، نسأل الله العافية والسلامة. وقيل للظالمين: ذوقوا ما كنتم تكسبون. أي كل من ظلم نفسه فأعرض عن ذكر الله وقسى قلبه يقال له: ذق الذي كنت تكسبه، هذا عملك، لم نظلمك شيئا ولم نحسب عليك شيئا لا لم تعمله. كذب الذين من قبلهم، أي هذه العادة وهي عادة التكذيب قد صارت في من قبلكم، فلم يتركهم الله عز وجل بل أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، جاءهم من حيث لا يتوقعونه ولا يقدرونه، أتاهم العذاب من حيث لا يتوقعون ولا يحتسبون. ولذلك لا ينبغي الإنسان أبدا أن يأمن مكر الله، أن تظن أنك تنجو من عذاب الله أو أنك بمنأى عن عذاب الله، إياك والأمن من مكر الله. ولذلك المؤمن مع إيمانه وتقواه لله عز وجل تجده خائف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة دائما في حال الخوف، حتى وهم يصلون ويزكون ويصومون ويحجون خائفون أن لا يتقبل منهم، وخائفون أن ترد عليهم أعمالهم، وخائفون من عقوبة الله وعذابه. قال: فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. خزي الدنيا هو هذا العذاب الذي يعجله الله عز وجل على بعض عباده فيجعله علامة وشعارا للمكذبين، ويري الناس منه أسوأ الأحوال عندما ينزل به عذاب الله، هذا خزي الله في الدنيا. ولذلك المؤمن يستعيذ بالله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. خزي الدنيا أن يعاجلك الله بالعقوبة في الدنيا فتكون نكالا وعبرة، ولا عذاب الآخرة أكبر، لا يقوم له خزي الدنيا أبدا ولا يقارن به. لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون ما كذبوا وما كفروا، ولكنهم مع الأسف كانوا جاهلين غير عقلاء فكذبوا فاستحقوا العذاب، عذاب الخزي في الدنيا وعذاب الآخرة العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق
وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك.